هكذا بدا الحال في أغلب طرق ومناطق معظم إمارات الدولة بعد هطول أمطار غزيرة لأكثر من يومين متتاليين، وهو ما تسبب في غرق عشرات المركبات والمحلات التجارية خاصة المتواجدة على جانبي شارع الإمارات الذي استيقظ رواده وقاطنوه صباحا ليجدوا أمامهم بحيرة جديدة تكونت بفضل مياه الأمطار المتجمعة. الناس الحمد لله صلى صلاة الاستسقاء طلبوا الرحمة، والله الحمد لله استجاب الدعوة، والإنسان يمكن يشوف المياه في الشوارع في الأشياء، لكن ما عليه أن يصبر ويتحمل الأشياء هاي. أتمنى إن شاء الله من المسؤولين والبلديات يأخذون موقف إيجابي أكثر ويسوون لنا حل، مو بالبيبات الصغيرة هاي لو كيس نايلون يسده. وعلى طريقته الخاصة كان الكل يحاول معالجة الأمر، فأحدهم وضع قارب النجاة بالقرب من منزله تحسبا لأي طارئ، وآخر آثر النظر إلى المشكلة من فوق والتمعن في حجم الأضرار. أما هذا السائق المغامر فقد ألقى بنفسه وبكل شجاعة في هذه البحيرة ربما ليتمتع بحمام من الماء البارد. رجال الشرطة وعمال البلديات والطوارئ وغيرهم في جميع مدن الدولة هبوا لنجدة الموقف، وعلى قدم وساق جرى العمل ليلا ونهارا لإزالة المياه الراكدة على الطرقات، والتي تسببت هي والسائقون الذين خرجوا للتمتع بهذه الأجواء في تعطيل حركة السير لساعات طويلة. إذا ما عنده شغل مثل ما تقول ضروري وهذا يقعد في البيت أو في شغله أو في مكان، يعني ما يطلع يكون يسوي زحمة على الناس ويكون سبب يعني التعطيل لنفسه. يعني جماعة مو مقصرين، يعني حتى في الليل كانوا شغالين يعني، بس بنتي الأمطار ترى إذا الكمية اللي تتساقط يعني اللي يشفطونها 75 يطيح الأمطار 100% مرة ثانية يعني. وهكذا بدأت الحركة تعود رويدا رويدا إلى الطرقات وخاصة الرئيسية منها تجنبا لحدوث الاختناقات المرورية، ثم سيكون العمل على المناطق السكنية فالصناعية وما على الناس سوى التمتع بهذه الأجواء حتى يأتي الفرج. إذن ما هي إلا ساعات قليلة وينجلي كل شيء وتعود هذه المياه إلى مجاريها وتنقشع الغيوم. محمد الخطيب، أخبار الإمارات.